اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، والف الف مبروك لرجال الطائره، وان شاء الله عقبال بقيه الفرق الرياضيه. الحمد لله عاملين انجازات كبيره جدا، ولكن دائما بننتظر لنهايه الموسم وبعد كده بنتكلم في كل هذه الامور. خلوني ارحب واهني الحقيقه مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي النجم الكبير كابتن خالد العوضي. يا كابتن خالد، الف الف مبروك على الطائره رجال وعلى بقية الفرق الرياضية أيضا، ولكن ننتظر لنهاية الموسم كاملا، ولكن ألف مبروك على أربع بطولات قفلتوا اللعبة خلاص. تأخير يا كابتن إسلام. مساء الفل. ودايما منور قناة الأهلي. أولا نحمد ربنا، هو في فضله على ربنا بيديهولنا، ده نعمة من عند ربنا كبيرة. نعم. إذا كان مجهود ده مجهود بيطلع قدام الناس بأربع بطولات للكرة الطايرة، فده مجهود كامل منظومة النادي الأهلي. طول عمر منظومه النادي الاهلي بتقول ان دايما المنظومه بتقول ان في مجلس اداره محترم بيدي خطط، واحنا بنبتدي نطبق دي سياسات ونبتدي نشوف مين الانسب لده. والاجهزه الحمد لله ما شاء الله عندنا اجهزه فنيه محترمه جدا 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 ولاعبين محترمين يقدروا يحققوا طموح المطلوب من جماهير النادي الاهلي ومن مجلس اداره النادي الاهلي، والحمد لله هي المنظومه تطلع كده. فنحمد ربنا تاني وثالث ورابع ان كل واحد ادى دوره في المنظومه من كل الاتجاهات، وطلع نتيجه الحمد لله. الحمد لله نتيجه الكره الطايره باربع بطولات مكسب الحمد لله رب. الحمد لله. ايه اللي ناقص يا كابتن؟ ايه اللي ناقص في الطايره ولا ايه اللي ناقص؟ ايه اللي ناقص في كل يعني إيه القادم؟ ايه اللي عندك خلال الشهر اللي جاي؟ انا عارف شهر اربعه وخمسه الله يا كابتن بيبقوا دايما زحمه. اكبر شهر في الحياه، اكبر شهر في الحياه. يعني بكون مزنوق فيه جدا. عندي لسه بكره باذن الله سيمي فاينال كاس مصر، وعندي دور 16 بطوله افريقيا فولي بول كاس مصر، عندي ولاد وبنات، ولاد وبنات كاس مصر باذن الله سله، ولسه عندي دوري المحترفين هاندبول، ولسه عندي حوالي تقريبا 10 بطولات يعني باذن الله في السيزون في الشهر ده. فربنا يكرم يعني باذن الله ونقدر نحقق حاجه. كابتن خالد، ايه رايك في اللي تحقق حتى الان؟ اللي تحقق دلوقتي لغايه وقتنا هذا كله تمام، كله كويس باذن الله، الحمد لله بنحمد ربنا جدا عليه. بص دايما يا كابتن بقول ايه؟ بقول دايما الحمد لله رب ان احنا حققنا كل الانجازات دي، لعيبه بفضل اللعيبه اللي عندنا وفضل المجهودات اللي بنعملها، بس اكيد الحمد لله ان انت شايفه النتيجه شكلها ازاي، فاكيد بنشكر كل الاجهزه اللي عندنا الفنيه بتاعتنا وكل اللي قاعدين على الاداء اللي هو بيقدمه. بنقول لكل لعيبه انتوا مخلصين بطولات، يلا سد حيلكم كملوا بطولات النادي عشان جايبين النادي الاهلي تفرح، لان طول عمر النادي الاهلي بيكون رقم واحد. ونتمنى ان بقيه البطولات باذن الله يحصدوا فيها الالقاب ويحصدوا فيها ويزودوا التاريخ للنادي الاهلي، تكمل البطولات الموجوده على مدار التاريخ في النادي الاهلي. خليني اكلمك على الانتهاء، منذ المدير الفني للطائره رجال، هل سيكمل العام القادم مع النادي الاهلي؟ باذن الله باذن الله باذن الله. هل الامور منتهيه ولا لسه في تفاوض؟ لا، اعتبر الامور منتهيه تماما. طيب بقيه الفرق يا كابتن خالد، هل عندك فيهم اي قصه ولا هننتظر لنهايه الموسم وان شاء الله نيجي نعمل حلقه من هنا تكون زي بتاعت يا رب يعني تكون زي بتاعت السنه اللي فاتت؟ باذن الله كل فرق باذن الله جاهزه لكل البطولات. بس توفيق ربنا في كل الماتشات اللي جايه. لسه عندنا الفولي بول المهمين جدا بعد اربع خمس ايام باذن الله. عندنا بطوله افريقيا اللي بتودي مؤهله الى كاس العالم، ولسه عندنا البقى في رواندا لسه كتير كاس العالم. لسه في بطولات كبيره باذن الله يقدر الجمهور النادي الاهلي ينتظرها، وباذن الله الولاد يكونوا في المعاد هم والبنات ويقدروا يحققوا كل البطولات لكل الجماهير العريضه باذن الله. كابتن خطيب في كلمته النهارده لرجال الطائره قال كلمه وشكر الناس وقال هي دي مبادئ النادي الاهلي وشكرهم واداهم كل الامور وكل الهدايا وكل حاجه، ولكن في نهايه الكلمه قال ثلاث كلمات مهمين جدا، انه اصبحت هذه البطولات من الماضي، خلينا ننتظر منكم ما سيحدث في المستقبل، او عايزين منكم ما سيحدث في المستقبل. هذه الكلمات هي دائما ما تكون النبراس اللي بنمشي عليه خلال كل الفرق الرياضيه، وده اللي حصل السنه اللي فاتت لو تتذكر. بص يا كابتن اسلام، يعني انت طبعا عارف النادي الاهلي ولا جمهور ولا مجلس اداره ولا كل اللي عاملين بيشبعوا بطولات. احنا دايما وابدا بنفرح النهارده وتاني يوم على طول بنبص البطوله اللي جايه. كلام كابتن محمود الخطيب النهارده ان يقول بص المستقبل القريب هيحصل فيه ايه، ده اكيد كلام مظبوط. كل لعيبتنا حتى النهارده وهي بتحتفل بالاربع بطولات بيتكلموا احنا السنه الجديده هنعمل ايه ومحتاجين ايه. يعني خلاص الامور كلها انتهت بالنسبه لنا في الحته دي،
لكن ان شاء الله باذن الله في اللي جاي هنبص معاهم وهنشوف مع كل الاجهزه الفنيه بتاعتنا المحترمه نقدر نعمل ايه ونقدر نزود البطولات اللي موجوده في النادي الاهلي لقد ايه باذن الله. كابتن خالد، لو عايز تقول حاجه لجمهور الاهلي من خلال قناتك، قناه النادي الاهلي. بشكرهم جدا على الدعم الكبير اللي بيلاقوه كل الفرق عندي وكل الاجهزه. جمهور دائما وابدا هو الدعم الاساسي لكل بطولات النادي الاهلي على مدار تاريخه. بقول لهم يعني بشكركم جدا، وعايز الدعم ده يكون دعم معنوي ودعم نفسي لكل اللاعبين في المرحله اللي جايه، بالذات الفرق اللي ما خلصتش. واذا كان في نقد ونقد كبير شويه زي ما بيقولوا، اتمنى بس انهم يجدوه، لان في وقت من الاوقات قبل البطولات يا كابتن اسلام انت عارف ان لازم بس الجمهور تكون هاديه شويه على اللاعبين، وحتى لو خسروا ماتش يستنوا وينتظروا لاخر الموسم يقدروا الناس برضه تحقق كم البطولات باذن الله اللي هم محتاجينها. يا رب باذن الله في مرحله جايه تكون كل حاجه تمام، واتمنى لكم دايما الدعم ده لان هو الدعم الاساسي والزينة اللي احنا هنحققه البطولات دي في المرحله الجايه باذن الله على مدار تاريخ النادي هو جمهور النادي الاهلي. بشكرهم جدا. الف مبروك يا كابتن خالد، البطولات دخلت الدولاب، ننتظر منكم المزيد خلال الايام القادمه. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، شكرا جزيلا. دايما مكالمه كابتن خالد بتبقى مكالمه لطيفه وسريعه، لكن بيتعمل حلقه الحمد لله والشكر لله، ربنا كرمنا السنه اللي فاتت وكانت حلقه من حلقات اللي جالي عليها الحقيقه ثناء كبير جدا من كل جمهور النادي الاهلي، لانه هو كابتن خالد لما بيكون معانا هو ممثل لاداره النادي الاهلي. وهو مين اللي اختار كابتن خالد؟ مجلس اداره النادي الاهلي، هذا المجلس الذي يستحق مننا كل التحيه وكل التقدير الحقيقه. وانا هكتر هذه الامور وهشكر مجلس اداره النادي الاهلي خلال هذه الفتره، لانهم خلي بالك انا لو جبت اي حد من مجلس الاداره هيقول لي اسلام ده شغلنا وده واجبنا، هم شايفين كده، هم شايفين ان ده واجبهم وشغلهم هو حاجه واحده بس، هو اسعاد جمهور النادي الاهلي. عندنا بطوله افريقيا في كره القدم ان شاء الله، وصلنا للمباراه النهائيه. عندنا زي ما سمعتوا من الكابتن خالد بقيه الموسم او الشهر اللي جاي ده بالكامل في نهائيات كتيره جدا، ربنا يكرمنا ويوفقنا ونقدر نبقى سعداء ونقدر نسعد كل جمهور النادي الاهلي.